اليوم أبناء مصر من طلبة المدارس وطلبة الجامعات، معلمي المدارس المصرية، قيادات المؤسسات، هم قصص النجاح وهم صناع الحدث، يحققون رؤية وطن وبهم رؤية الوطن تتحقق. أقدامهم المثابرة في كل إشراق تترك أثراً يدل عليهم في شوارع المعمورة. القراء البارعون نتاج المشروع الوطني للقراءة يتقنون استراتيجيات الحفاظ على التقدم لوطنهم الكبير والعزيز مصر. يعون تماماً أن ملكية الصدارة ليست بالوراثة. مصر بألوان المعرفة.